سئمنا من ماينكرافت الصاحية. اليوم راح نلعب ماينكرافت الدايخة، مو لعبة واحدة ولا اثنين ولا أربعة، خمسة. فرات اللايك وش تكتب مشترك، وإذا تبي ألعاب دايخة من ماينكرافت اضغط سبسكرايب عشان نوصل 200,050. يوهو، هذه فورتنايت مو لعبة دايخة. ها إذا بسوي عالم لازم أدفع فلوس. يقولك عالمك العادي هذا قديم، يمكن آخر مرة داخله قبل سنتين من 3 سنين. عشان اللعبة دايخة صدق. يلا نلعب. 23 شهر لعبها، والله ما أدري كيف تلعب الصراحة. تكسير بلوكات، طبعا كليك يسار ويبلع بلوكات، ما يكسرها يبلعها، ويحط بلوكات يحذفهم أتوقع. أيوة زي كذا، شوف يعني ماينكرافت بس دايخة حرفيا. والمشكلة وشو، حتى الشجر مغلدينه بماينكرافت. هذا وشو؟ وش تبي؟ اوه اقدر اسوي فيرست بيرسون بعد، والله دايم اللعبه. ايوه يعني مو خايسه. هذا وش ولد؟ هذا وش هو؟ وش ابي ذا؟ قعدت شهر عشان اذبحه. طيب اوه تاخذ اغراض زي كذا، والله اللعبه مو بطاله الصراحه. انا اول مره قلت لها انها خايسه. الشجر طيب تكسر ضغطه واحده ولا كيف؟ اوه والله ونيسه ونيسه. طيب وشلون اسوي كرافتنج؟ حرف الكيو. اها كذا النظام. موس تورتش. عاد الكرافتك صعب. وليه ارك يا ابوي ذي؟ يا والله ماينكرافت كيف اسمها كريتفرس؟ العالم ماينكرافتي حرفيا. يعني وش مغيرين اللعبه الحين هم؟ حتى السباحه حاطين، حتى سمك ماينكرافتي حاطين. وش ذا؟ بس التحكم مره بيض، ما ادري ليه. طب ما اقدر اطير؟ انا اتذكر اني اقدر اطير. لو انت تلعب اللعبه تضغط حرف الاتش يطلع لك اعلان يقول لك تشتري كليم، تشتري مدري وش، تشتري هذا كله. العب انا لعبه ولا العب شو اسمه؟ ايرون. ما هذا وشو؟ النهايه. لا تعال النهايه يا ابوي، تعال يا ابوي. هذا ايش فيه هذا؟ تعال اقول لك تعال. تعال ابلع يا قليل الادب. الله يرحمنا الله يرحمنا. لعبه خايسه، انا المفروض ما يذبحني. هذه لعبة اسمها ماين تيست، يقول لك هذا احنا مسوينها ومسوين كل شيء فيها من الصفر. تخيلوا معي، هذه ماينكرافت مو بلعبه دايخه، والله ودي ادخل اشوفها. طبعا اللعبه تجي معاها مودات والعاب وكل شيء حرفيا. شوف الملفات ايش كثرها. جيمز، شلون العب؟ طيب ماين جيم يا ولد، شلون ادخل اللعبه؟ مدري. تم التهكير. او طلع هذا مكانها. ايوه ماينكرافت الاصليه المجانيه هذه هي يا جماعه، ما احتاج اشتريها. بلاي جيم نيو، نسمي العالم تيست. ليش ما في صوت؟ طيب كرييت بلاي جيم. اوه ماينكرافت يا جماعه مجانيه جدا جدا. الو ايش كذا يكسر؟ اوكي واقدر احط F5. طب الاغراض ما تطيح والله. وين ديت الثانيه؟ او فيها نظام اذا تكسر البلوك اللي عندك زيها تحصلها بالانفنتوري على طول، والانفنتوري حرف الاي وريسيبيز فيه. اوه ايش اللعبه يا ابوي؟ طيب ما اقدر اركض. هذا ايش؟ فاير فلايز، لان ماينكرافت ما ضافوها. لا صدق هذا وشو؟ هذا جلتش. ورود وحركات. دايم شجر ليش كذا صاير فيه؟ حتى الشجر نايم تحت الارض. اتوقع هذا نوع جديد من الشجر. شوف حصلنا على شيء جديد ما ادري وش اسمه اصلا. حتى ما تقدر تشوف الانفنتوري صح؟ اوه بوش ستيم، تحصل منه خشبه واحده. شوف بنائي كيف صاير، اللعبه مره غريبه يا جماعه. شلون اسوي F5 طيب؟ ولا حتى ذا كله F1 F10 F مدري وشو. جيم مود 1 جيم مود. يا ولد يلا نبي نجرب اللعبه، وش ذا المسخره؟ حتى كهوف موجوده. والله معليش ما اتحمل الخياس الصراحه. خلينا ندخل كيف، يمكن في وحش ولا شيء. الو يبا انا وين؟ واضحه وصريحه لعبه ثانيه. هذه اللعبه اتوقع الكل يعرفها، اسمها سرفايفل كرافت، موجوده بالجوال واتوقع كثير منكم يلعبها. طب انت قلت تقدر تحمل مابات من الناس. والله ديم حلوه اللعبه شكلها. طبعا هي ديمو ما في اصليه لانك تشتريها. خلينا نسوي عالم سرفايفل ونسوي سيت اب بلايرز. ما ادري ايش سيت اب بلايرز بس اتوقع يسوي لك عالم. اوه عندك شخصيه بعد، يلا بلاي بلاي. ايوه واللعبة فيها قصة. ايييييم دايم. يقول لك توك جاي من المكان. وات والله حلوة والله حلوة. وش هذا دايم؟ مستحيل كذا.
شوف كيف التكسير بعد ماينكرافت. والله هذه احلى لعبه تقليد الماينكرافت. ها السفينه راحت. لا تعالي يلا ما علي مشكله. هي باختصار قصه اللعبه هذه اتوقع ان انت طحت بسفينه وما ادري ايش. هي تقليد ماينكرافت بس يعني لها قصه غير عن ماينكرافت. الكرافتنج ليش دائما كذا شكلها؟ تسحب تحط هنا تحصل على خشب. طب خشب شلون تصنع اشياء؟ ما ادري صراحه الوضع غريب ما في ريسبيز اصلا. اقدر انام وفي اكل. طيب كالعاده جنريشن العالم يشابه ماينكرافت وحتى ما اقدر اسوي اف 5 عشان اشوف من بعيد. في عصافير ما ادري اذا اقدر اسبح ولا لا. تحكم اللعبه كانه تحكم ايش كي يصير؟ يا ولد تحكم اللعبه كانه حق جوال مو بحق ماينكرافت يعني ما ينلعب فيه حرفيا. دقيقة هاي ترى موية مو لابا يا ولد. والله مسخرة حتى سمكة ما اقدر اكلها واقدر ارمي بحرف الكيو. ماينكرافت قايل لكم. طيب دقيقة شلون اسوي كرافتنج حق هذا الشيء؟ كرافتنج تيبل يمكن اسويه. ايوه كرافتنج تيبل اللي هي ورك بنش اسمها. حطها ميك ستون اكس. كيفك هو اسوي ستون اكس؟ يا اخوي انا بسوي يو عاد هذا يستهبل. طيب شو اسوي سيف؟ بسوي سيف. طيب اوكي سوينا لنا عجره اللي هو ستون كلب. في هناك حمار ابى اقول له يا حمار تعال لي شوف ايش مسوي فيني. تعال يا حمار. حمار حيعطيك صوت عالي شلون. تعال 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 ما تفهمنا. دقيقه اوه في صبار. دقيقه بسوي ابى اشوف هل يقلدون ماينكرافت فيها ولا لا. اوكي تعال يا حمار امسك سمكه. امسك والله لا اصيدك ترى. صح اللعبه حلوه لكن تجلط بعد يعني ما اقدر استكشف وازعاج يعني بسوي ستاش جيم مود ما اقدر حتى جيم مود ما اقدر. قالين عليها من 2014 واتوقع وقفوا تطويرها لكن فكرتها زي ماينكرافت وتكون واقعيه اكثر. ها شطرنج. هذه شخصيات يعني ايش ذا او 2 دي رندرر. قاعد يوريك انك شوف الاشياء الموجوده باللعبه. سحسافة ما اللعبة معلقة يقول لي للحين قاعد يدور على نسخة جديدة من اللعبة شكلها مسح اللعبة يا جماعة. هذه اللعبة اسمها باوندلس. اللعبة قديمة مرة. ليش يبيني اسجل حساب يعني ليش؟ اوكي اول ما دخلت اسوي شخصية. ها غير شكل الشخصية يا ابوي وش هذه افاتار مو ها دقيقة اوكي ونسميه دودو. دودو معروف اللي تابعني من زمان راح يعرفوا شيء دودو. بعدين تختار الريجن. اللعبة اونلاين شكلها. ابى ابدا بعالم بسيط ما ابي عالم قتال وما ادري وشو. طب اللعبة فيها بلوكات فتعتبر زي ماين كرافت. وقبوقا اختار هذا ولا هذا؟ اوه لازم البس نفسي واضرب زي كذا برجينج برجينج. هذا يقول لك يحط بال وين احطه يا اخي؟ اوكي اوه صار اقدر استعمل السحر. حرف البي يا اخي قصه سواها لعبه يا ولد. هي ماينكرافت يلا. نختار وين الرسبن. ايم هنا مش مكتوب داون اوف ذا هامستر. ايوه نبي الرسبن هنا يلا. يلا يا اخي ترك بسويتوها قصه. والله العظيم ما ادري ايش قاعد يصير حرفيا. بلوك تو اوبن. اكسر بلوكات. بوابه النذر. وي اوكي وصلنا العالم. شوف الشجر كيف صاير. ديم هذه شجرة يعني صح؟ اي والله قايل لكم ماينكرافت بس اصلية. والله ماينكرافت دايخة. وش ذا الشجرة اللي كذا شكله؟ وبعدين وش ذا الصخر اللي كذا صاير؟ انا فين؟ احس اني ما ادري وش احس صدعت والله. هذا الصخر. اوكي. سلك لاك اسمه. سندمنتري روك. طب وين الناس؟ ما في احد يلعب اللعبه شكلها. يعني شريت اللعبه على الفاضي. تخيلوا سعرها 50 دولار. تصنع اشياء. اوكي وودن هامر اشياء. اوه في عصفور. هذا عصفور ولا ايش؟ قاعد اسال بس قاعد اها قام يتفل علي. قام يتفل علي مع اني ما سويت له شيء. اها والله بيني وبينكم يا جماعه مخي قاعد يعورني من اللعبه. ما ادري اذا عجبتكم هي ولا لا. بس العالم شكله غريب ما هو مريح للعين ابدا. بدري بدري كيف اشرح. اتوقع فهمت وش غصب. المهم يا جماعه اتمنى يجيكم مقطع اليوم. هذه العاب دايخه. تبون العاب دايخه ماينكرافتيه قولوا لي بالكومنتات.
وايش احلى لعبه تحسونها دايخه او احلى لعبه بالنسبه لكم؟ بس اتس لايك اشترك مشترك ويلا مع السلامه.